أجرت كاميرا إكسترا نيوز لقاءات مع عدد من المشاركين بمنتدى الشباب العالمي من داخل مصر وخارج مصر. الحقيقة دي تاني مشاركة ليا، كنت موجود هنا السنة اللي فاتت. الشباب سعيد جدا بالمشاركة، وأنا دايما بقول إن المشاركة حتى متنفس جميل، إن أنت تقابل المسؤولين، إن أنت تقابل النجوم، تقابل تتعرف أكتر على دوائر اتخاذ القرار وإزاي المسؤول بياخد اتخاذ القرار. الاحتكاك المتوفر هنا شيء جميل جدا. انت موجود في مكان معاك الحكومة بالكامل وجميع المسؤولين، بتقدر تتناقش، بتقدر تفهم اي استفسار عندك بيتجاوب عليه، فشيء جيد جدا وايجابي جدا. جيت اقدم، قدمت عن طريق الاونلاين ابلكيشن زي اي حد. انا عرفت الايفنت من صحابي اللي راحوا المرة اللي فاتت وصوروا لي صور وفيديوهات. يعني ايفنت كبير جدا، 5000 واحد في قاعة واحدة، هدفهم الوحيد تبادل الثقافات، الدعوة إلى السلام. فبجد أول مرة أشوف إيفنت بالطريقة دي، ومنظم جدا جدا جدا. أنا شخصيا عرفت بيها المرة السابقة وكانت جميلة جدا، وكانت فجالنا دعوة بالحضور، بنمثل النادي الثقافي المصري في نيويورك، فطبعا لبينا الدعوة وانبهرنا قوي بالمنتدى، لأن ده منتدى الشباب، منتدى شباب العالم. ده بيعمل بناء جسور وتحقيق الأمل في الشباب في السلام، لأن شرم الشيخ أرض المحبة وأرض السلام. المنتدى it's very inspirational، إن أنا ما لقيتش بلد في العالم يقدر يعمل example like this، إنهم يجيبوا 5000 شخص في قاعة واحدة ويتكلموا مع بعض إن إزاي نقدر نحل العالم مع بعض for peace and creativity، إزاي the youth is the future of all things. النهاردة كان افتتاح the world leaders. And so عجبني جدا الختام بتاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم ان الديانة كلها ما فيش اختلاف ما بين بعض. و this sets a great example to the rest of the world ان no matter what، لو انت جيت مصر ما فيش اختلاف ما بين انت مسيحي مسلم لا تعبد اي شيء. It's great. So it's very inspirational and Egypt is setting a great example for every country in the world. And I really اتمنى in the USA they can do an event like this. And القضايا اللي احنا بنعالجها السنه دي كمان تكون relevant اكتر لل like الوضع الحالي، يعني فاهمني؟ فده كان الفرق. زائد ان كمان السنه دي التنظيم اقوى بكتير، لان السنه دي احنا في 5000 participant جايين من 160 دوله، فدي برضو يعني such a big number، يعني اللي هم اكيد it took a lot of time ان هم يحضروا كل الناس ديت، ان يكون عليهم load الناس كلها توصل في نفس الوقت، يتعمل لهم ريجستريشن، كل حاجه. تنظيم كان حقيقي قوي جدا، واللي مخليني مبسوط اكتر ان هو يعني 100% ايجيبشن، يعني الناس اللي شغالين عليه كلهم مصريين، فدي حاجه كويسه قوي.